بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا النهاردة هو النوع الأول من المحسنات البديعية، وهو المحسنات البديعية اللفظية. أول نوع من المحسنات البديعية اللفظية وهو الجناس. يعني إيه كلمة الجناس؟ الجناس هو اتفاق أو تشابه كلمتين في اللفظ واختلافهما في المعنى، كلمتين زي بعض بالضبط في الحروف وترتيبها وضبطها، ولكن مختلفين في المعنى. طيب، الجناس عندي نوعين، جناس تام وجناس ناقص، وسنتعرف عليهما بالتفصيل حالا. طيب، الجناس التام يعني إيه؟ بيقول لي الجناس التام هو اتفاق كلمتين في جميع الحروف وترتيبهما بس مختلفين في المعنى واختلافهما في المعنى. ننظر إلى المثال، قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ننظر إلى كلمة الساعة وكلمة ساعة، ننظر إلى هاتين الكلمتين، سنجد أن الساعة الأولى المقصود بها يوم القيامة، والساعة الثانية المقصود بها فترة قليلة من الزمن. الكلمتين زي بعض بالضبط بس معناهم مختلف، ده هسميه جناس تام. طيب، ننظر إلى المثال الثاني، ارعى الجار وإن جار، يعني خلي بالك من جارك ولو حتى جارك دوت ظلمك أو جار عليك أو أساء إليك بأي شكل من الأشكال. الكلمتين نفس بعض بالضبط، الجار وجار، ولكن المعنى مختلف. طيب، قول الشاعر: دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. يعني إيه البيت ده؟ البيت ده بيقول لي إذا كنت في قوم أو إذا كنت في مكان غير مكانك فجامل الناس اللي موجودين في دارهم ما دمت في دارهم، يعني تودد إليهم، أحسن إليهم، جاملهم يا أخي طالما أن أنت موجود عندهم. وأرضهم ما دمت في أرضهم، وخليك حسن القول وحسن الفعل وتودد إلى هؤلاء الناس وحاول أن أنت تراضيهم طالما أنت موجود في أرضهم. زي ما احنا شايفين كل الكلمات نفس الحروف ونفس الترتيب ولكن المعنى مختلف. إذن فهذا النوع من المحسنات بسميه الجناس. ونوعه إيه من الجناس هنا؟ الجناس التام. التام يعني كلمتين زي بعض بالضبط بس مختلفين في المعنى. تاني نوع من أنواع الجناس وهو الجناس الناقص. ما المقصود بالجناس الناقص؟ بيقول لي الجناس الناقص هو اتفاق كلمتين في جميع الحروف ما عدا حرف أو أكثر، يعني بيبقى حروفهم هي هي ما عدا مختلفين في حرف أو أكثر، أو كمان اختلاف ترتيب الحروف. يعني ممكن يكون الكلمتين حروفهم زي بعض بالضبط بس الترتيب بتاع الحروف مختلف، أو ممكن يكون الكلمتين زي بعض بالضبط بس ضبط الحروف مختلف. الضبط يعني التشكيل بتاع الحروف مختلف، ولو غيرت التشكيل فالمعنى بيتغير. ننظر إلى الأمثلة. عندما أقول أسير على النيل في الليل، بحب أمشي على النيل بالليل، فين الكلمتين هنا اللي زي بعض؟ كلمة النيل وكلمة الليل. لو لاحظت الحروف هلاقي حروفهم زي بعض بالضبط بس واحدة فيها حرف النون والتانية فيها حرف اللام، ده هسميه جناس ناقص. عندما ننظر إلى قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ننظر إلى كلمتين وهما ناظرة وناظرة، هنلاقي الكلمتين زي بعض بالضبط ولكن واحدة فيها حرف الضاد والتانية فيها حرف الظاء، ده بسميه جناس ناقص. طيب، عندما ننظر إلى قول الشاعر: والحسن يظهر في شيئين رونقه بيت من الشعر
أو بيت من الشعر. ننظر إلى السطر الثاني من البيت، بيت من الشعر يعني جزء من أجزاء القصيدة، أو بيت من الشعر. البيت اللي من الشعر ده اللي هو الخيمة اللي بيسكن فيها البدوي. الكلمتين هنا زي بعض بالظبط، وترتيب الحروف زي بعض بالظبط، ولكن الضبط مختلف، وتغيير الضبط أو اختلاف الضبط غير لي المعنى. الشعر الشين خليه قلم معاك لو سمحت، عليها شدة وفتحة. الشعر الشين عليها شدة وكسرة، فعلشان كده الشعر الأولى يعني جزء من القصيدة، والشعر الثانية يعني البيت من الشعر اللي هو الخيمة. ده بسميه الجناس الناقص. سر جمال الجناس الناقص وسر جمال كل المحسنات البديعية من النوع الأول، وهي المحسنات البديعية اللفظية، سر جمالها إعطاء جرس موسيقي وجذب الانتباه. طيب، النوع الثاني من أنواع المحسنات البديعية اللفظية وهو التصريع. ما المقصود بكلمة التصريع؟ التصريع هو اتفاق آخر حرف في شطري البيت الأول من القصيدة. القصيدة طبعا مجموعة من الأبيات، البيت الأول فيها لو نص البيت الأول انتهى بحرف هو هو نفس الحرف اللي انتهى بيه النص الثاني من البيت، بأسمي هذا المحسن في هذه الحالة تصريعا. طيب، وده ما بيكونش غير في الشعر فقط، يعني اوعى تطلع مثلا كلمتين زي بعض في جمل متتالية في النثر وتقول لي ده تصريع، على التصريع في الشعر فقط. طيب، ننظر إلى المثال. قول أبي فراس الحمداني: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. ننظر إلى الكلمة الأخيرة في الشطر الأول، كلمة الصبر، وننظر إلى الكلمة الأخيرة في الشطر الثاني، كلمة أمر. إيه الحرف اللي انتهى بيه كل كلمة؟ حرف الراء، وده البيت الأول في القصيدة، إذن هذا المحسن يسمى تصريعا. طيب، ننظر إلى المثال الثاني. قول عنترة: سكت فغر أعدائي السكوت، وظنوني لأهلي قد نسيت. الشطر الأول في البيت انتهى بالتاء، والشطر الثاني انتهى بالتاء، ده اسمه إيه يا شباب؟ تصريع. طيب، قول أمير الشعراء: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. الشطر الأول من البيت انتهى بحرف الميم، والشطر الثاني من البيت انتهى بحرف الميم أيضا. ماذا نسمي هذا النوع من المحسنات؟ نسميه تصريعا. طيب، إيه سر جمال التصريع وإيه سر جمال كل المحسنات البديعية اللفظية؟ إعطاء جرس موسيقي وجذب الانتباه. أحفظ سر الجمال يا جماعة. طيب، نكمل. النوع الثالث من المحسنات البديعية اللي بندرسها مع بعض النهاردة هو حسن التقسيم. وحسن التقسيم أيضا لا يأتي إلا في الشعر فقط. خدنا لغاية دلوقتي ثلاثة: الجناس يأتي في الشعر والنثر، التصريع يأتي في الشعر فقط، حسن التقسيم يأتي في الشعر فقط أيضا. طيب، ما المقصود بحسن التقسيم؟ بيقول لي هو تقسيم البيت إلى جمل متساوية في الطول والإيقاع، يعني جمل قد بعضها وزنها زي بعض تقريبا، ولا يأتي إلا في الشعر فقط. طيب، ننظر إلى قول الشاعر، وأكيد كلنا عارفين هذا الشاعر خليل مطران، ودرسنا قصيدته المساء، عندما يقول: متفرد بصبابتي، متفرد بكآبتي، متفرد بعنائي. أحس إن الجمل قد بعضها، كل جملة كلمتين. أكيد مر علينا برضو قول الخنساء: طويل النجاد رفيع العماد، ساد عشيرته أمرد. برضو الجمل قد بعضها. ماذا أسمي هذا النوع من المحسنات البديعية؟ أسميه حسن التقسيم. بيجي في الشعر ولا النثر يا شباب؟ بيأتي في الشعر فقط. عندي حاجتين خدتهم في الشعر لغاية دلوقتي: التصريع وحسن التقسيم.
طيب رابع نوع هندرسه مع بعض هو السجع. يعني ايه كلمة السجع دي؟ السجع هو اتفاق آخر حرف في الجمل المتتالية في فقرتين أو أكثر. جمل متتالية ورا بعض، كل جملة بتنتهي بحرف، 3 4 جمل بنلاقيهم بينتهوا بنفس الحرف. طيب أخلي بالي من نقطة هامة جدا، أن السجع لا يأتي إلا في النثر فقط. النثر يعني إيه؟ يعني الكلام العادي، المقالات، القصص، الروايات، الفقرات اللي بكتبها موضوع تعبير كده يعني. طيب ننظر إلى الأمثلة. عندما أقول الصوم حرمان مشروع، آخر حرف في الجملة إيه؟ عين. وتأديب بالجوع، آخر حرف في الجملة إيه؟ عين. وخشوع لله وخضوع، آخر حرف في الجملة إيه؟ عين. أدي 3 جمل ورا بعض انتهوا بنفس الحرف. ماذا أسمي هذا النوع من المحسنات؟ أسميه سجعا. تمام، سمعنا برضو الجملة دي في خطبة قصة ابن ساعدة، أعتقد درسناها في أولى ثانوي، لما كان بيقول أيها الناس إنه من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت. الجملة الأولى أيها الناس إنه من عاش مات، آخر حرف تاء، ومن مات فات، آخر حرف تاء، وكل ما هو آت آت تاء برضو. إذن هذا النوع من المحسنات نسميه سجع. دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول رب اقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي، كل جمل الدعاء زي ما احنا شايفين مع بعض انتهت بحرف الياء. بسمي ده ايه من المحسنات؟ بسميه سجع. سر جمال السجع هو سر كل المحسنات اللفظية، وهو إعطاء جرس موسيقي وجذب الانتباه. آخر نوع عندي من أنواع المحسنات البديعية اللفظية وهو الازدواج. يعني إيه كلمة الازدواج؟ بيقول لي هو اتفاق الجمل المتتالية، جمل ورا بعض متفقين في إيه؟ في الطول والتركيب والوزن. يعني تحس إن هم قد بعض في عدد الكلمات، في وزن الكلمات، في كل حاجة ما عدا الحرف الأخير، لأن هم لو زي بعض في الحرف الأخير كان هيبقى اسمهم إيه؟ سامعاكو، أيوه، سجع، اللي إحنا لسه واخدينه من دقيقة بالظبط. تمام، يعني جمل جنب بعض قد بعض ومتفقين تقريبا في كل حاجة ما عدا الحرف الأخير. ننظر إلى المثال. عندما أقول حبب الله إليك الثبات وزين في عينيك الإنصاف وأذاقك حلاوة التقوى، أحس إن الجمل قد بعضها وموزونة زي بعضها تقريبا، كأنها نغمة أو لحن بيربط ما بينهم. ننظر إلى قول الكواكب عن المجد لا يترفع عنه نبي أو زاهد ولا ينحط عنه دني أو خامل، برضو الجمل قد بعضها تقريبا وزي بعض على نفس الوزن، دي لا ودي لا، دي فعل مضارع ودي فعل مضارع، دي جار ومجرور ودي جار ومجرور وهكذا. دي بسميها ازدواج. طيب سر جمال المحسنات البديعية للمرة الخامسة، واحفظها صم يا جماعة، إعطاء جرس موسيقي وجذب الانتباه. كده نبقى خلصنا الجزء الأول من المحسنات البديعية، وهو المحسنات البديعية اللفظية. أتمنى أن يكون الدرس سهل وبسيط عليكم، والشرح بإذن الله يكون واضح، وأشوفكم في درس تاني قريب جدا. باي باي.